فخر الوطن راعي عزوم كشافة همة وعمل يرقى لدوم كشافة فخر الوطن راعي عزوم كشافة همة وعمل يرقى لدوم كشافة قوة وأمانة كشافة يخدم أوطانة كشافة نجم بزمانة كشافة وربي صانة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الكريم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبنائي الشباب، أبنائي الكشافين، إخواني القادة، اليوم نبغى نتحدث عن موضوع صغير كده، موضوع جميل إن شاء الله، موضوع حاسب نفسك قبل أن تحاسب. كلنا عارفين إنه الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى حيحاسب كل واحد، حيحاسبنا على كلامنا، على مالنا، على صحتنا، على وهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع، لكن أنا أبغى أدخل في هذا الموضوع بمدخل آخر من خلال قصة. في أحد الأيام كنت أصلي في مسجد كبير في جدة قريب من منزلي، مسجد الملك فهد رحمه الله، مسجد كبير وضخم. في أحد الأيام في صلاة، أنا أصلي صلاة الفجر كإمام نيابة عن الإمام، لأنه الإمام يسكن بعيد عن المسجد وساعات يحضر جزاه الله خير. المهم في أحد الأيام أنا دائما أجي بدري المسجد، جلست أقرأ قرآن. طبعا وصيتي لكم قبل لا أخرج من الموضوع هذا، وصيتي لكم لابد من صلاة التهجد. حاول إنك يا أخي، أنت حصلي صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر بدل ما تصحى، خلينا نقول صلاة الفجر الساعة 4:30، يا سيدي أصحى 4:10، أصحى 4:15، يعني الربع الساعة هذه حتعمل معك شيء. أصحى 4:15، أصحى 4:10، أتوضى، صلي لك ركعتين، 4-6، ما تقدر 2 فقط، ثم أخرج صلاة الفجر. نرجع لقصتنا. فصليت تهجد، بدأت أقرأ قرآن، دخل شاب رجل فاضل حبيب وغالي، أنا ما أعرفه صراحة ولا قد شفته، لكن يظهر أنه هو من المصلين في هذا المسجد لأنه يعرف. أقول لك، أول ما دخل شال غطرته وعقاله، ومن أول المسجد داخل على الله، ثم عليك يا دكتور الله يرجي، داخل على الله، وجا حط غطرته وعقاله في عبي. طبعا أنا ما أعرف الصراحة، فجدت أنه بيبكي بكاء حار. أنا أول ما قال داخل على الله قلت هذا جاي يطلب صدقة، جاي يشحت، بس الرجل ما هو شكله كده. فجما قلت له يا شيخ قل لا إله إلا الله، أذكر الله، صلي على النبي، إيش عندك؟ فقال لي أنا جايب معاه خطاب، الخطاب مغلق ومقفل ومحتفظ بالخطاب هذا لليوم عندي، مقفله، أبغاك تسلم الخطاب، ورع عليه رقم تلفون، بعد يومين تسلم الخطاب هذا لأبويا. طب ليه؟ خير؟ إيش فيه؟ قال لي أنا قررت أنتحر. إيش؟ طب ليه؟ تنتحر ليه؟ قال لي أني أنا عملت جرم. طبعا وهذا الرجل جزاه الله خير ارتكب جريمة زنا، بس شوفوا يحاسب نفسه كيف، شوفوا المسلم كيف يحاسب نفسه. فقال لي أنا حنتحر، لأنه وهكذا يقول لي أنا والله ما حيغفر لي ربي، أنا والله ما يغفر لي ربي. قلت له يا شيخ لا تقول كده، الله غفور رحيم، ربنا كريم، الله سبحانه وتعالى. أرجع في القرآن الكريم آيات كثيرة كلها ربنا سبحانه وتعالى يعني يغفر للإنسان، الإنسان إذا تاب توبة نصوحة واعترف بغلطه لله سبحانه وتعالى، صدقني الله يغفر له. قلت له آية، أحلموا أن الله غفور رحيم، آية أخرى آية. المهم بدأوا المصلين يجوا وبدأ المسجد يمتلئ، فأنا سكت وهو سكت. طبعا أنا حصلي الفجر، أنا الإمام، أنا في طبيعة لو أبغى أقرأ اليوم في صلاة الفجر قل هو الله أحد لازم أقرأها في المصحف وأراجعها كده، عندي طبيعة. فطبعا أنا قريت الآيات اللي أنا أبغى أقرأها، خلاص
المؤذن جزاه الله خير أقام الصلاة، قمنا نصلي، خلصت الفاتحة، نسيت أنا أبغى أقرأ إيه، فوجئت أنا الله سبحانه وتعالى أرسلني على آيات جميلة وحلوة. الآيات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وصاحبنا دا ورانا يبكي، طبعا أنا تأثرت فصرت أبكي معاه. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وصاحبنا ذاك يبكي وصرت أنا أبكي، وهنا جاءت الآية العظيمة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ركعنا سجدنا خلصنا، أول ما سلمت صاحبنا ذاك ورايا فوجئت وبأعلى صوته يقول: صحيح يا دكتور، صحيح يا دكتور، أمانة. أنا ما أخفيكم السر يعني نسيت، بعدين اتذكرت القصة اللي بيقولها، اتذكرت الآية اللي أنا بقرأها إنه الله يبدل السيئات حسنات بشرط نتوب توبة نصوحة. قلت نعم صحيح. فجلسنا خرج، وطبعا المصلين سمعوا يقول صحيح ما صحيح، ما حدا أتكلم ولا خرجوا. بعد ما جلس معه قلت له: شوف والله أنا ما كنت حقرة الآية دي، أنا كنت حقرة آية أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى أرسلني علشان أرد عليك. أنت عارف لو انتحرت إنك حتدخل جهنم، لأنك أنت انتحرت، أنت كذا. فقلت له: مدام أنت إنسان تخاف الله وإنسان تحاسب نفسك وشكلك أنت من يعني المرتادين للمسجد، والدليل إنك تعرف، طبعا يعني الأصدقاء: يا دكتور يا دكتور، فعرف إني أنا دكتور. طب إيش عرفوا في ذاك الفجر إني أنا دكتور وجيني من أول المسجد يقول لي داخل على الله ثم عليك يا دكتور؟ فقلت له: أبديك نصيحة. قال لي: تفضل. قلت له: الآن تلبس تنزل تأخذ سيارة. طبعا أنا نسيت أقول لكم، أول ما جاء قال: شوف أنا ما نجي أطلب فلوس ولا شيء، ترى أنا من أسرة الحمد لله مبسوطة، وراكب سيارة مرسيدس ولونها موزي. طبعا والله ما أعرف إيش موزي دي، لما خرجت برا لون السيارة زي لون قشرة الموز. طبعا أكيد هذا طالبها طلبية خاصة يا شباب. المهم عشان لا أطول عليكم، فخرجت معه فقلت له: قلت له خذ سيارتك أطلع على طريق مكة جدة السريع، محطة الرحيلي موجود فيها مكان واحد يبيع إحرامات، خذ إحرام وروح عمل عمرة وتوب إلى الله، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله غفور ويكبر لك ويغفر لك. وأنا صادق، وطبعا نصحته بما فيه الكفاية. المهم خرجنا من باب المسجد وإذا بيفتح، طبعا شفت السيارة اللي قال عليها لونها موزي وجميلة وجديدة وشكلها موديل السنة ديكة. فأول ما ده فتح باب السيارة قال لي: شوف أحصل معاه جالون بنزين 20 لتر في السيارة. قال: أنا كنت أبغى أروح أجلس عند البحر وأكب البنزين في السيارة وأحرق السيارة. والخطاب هذا إني أنا جالس عند زميلي ليلتين ثلاثة كنا نذاكر مع بعض، لا يروح يتهموا زميلي، فأنا أبغى أبري زميلي. رسالة الوالدي إنه ترى زميلي هذا ما له علاقة في الموضوع، وأنا اللي انتحرت من نفسي. قلت له: طيب خلي الخطاب هذا في جيبي. فأنا الصراحة خفت عليه، قلت له: أقول لك أعطيني جالون البنزين، سيارتي ما فيها بنزين. كان ياميها أنا عندي سيارة صغيرة كده وحلوة، رحت أخذ البنزين حطيت الجالون معايا، رحت عند البيت فضيته في سيارة، قال لي: استفدنا 20 لتر بنزين بدل ما تترمي. حبيبنا دا نزل مكة وعمل عمرة، وبعد ذلك والله حفظ القرآن بالكامل، والآن إمام لمسجد من أكبر المساجد في جدة، ورجل صوته جميل وصوته حلو. شوفوا الله سبحانه وتعالى لما يبغى يتوب على إنسان، شوفوا الله سبحانه وتعالى لما يبغى يكرم إنسان. رجل يبغى ينتحر سيدخل النار، الله سبحانه وتعالى يكرمني إن أنا أقرأ آيات كريمة. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل. شوف السيئة دي تبدل حسنة متى؟ إذا أنت تبت توبة نصوحة. متى؟ إذا أنت عهدت الله سبحانه وتعالى إنك أنت ما ترجع
لهذا الجرم أو هذا الخطأ. فالله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه عظيم، ربنا يعني يعمل المستحيل من أجل أنه سبحانه وتعالى يغفر لنا يكرمنا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار، شوف كلمة بسيطة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بس تقولها بنية صادقة، بنية في قلبك. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني حيجيك رزق، حيجيك مال. ممكن تقول والله أنا استغفرت ربي وما جاني رزق، لا تقول، لأنه ممكن الله سبحانه وتعالى يرزقك في صحتك، يرزقك في عافيتك، يرزقك في أولادك، يرزقك في عملك، يرزقك بحسنات أنت لا تعلم عنها. أنا أحب كده دائما أقول لأبنائي الكشافين، أقول ترى كل واحد عنده حساب بنكي عند الله سبحانه وتعالى. الحساب هذا كل ما تعمل حاجة الله سبحانه وتعالى يسجل لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وكل ما تعمل سيئة سيخصم عليك وسنحاسب. عموما أنا سعيد بكم، وأرجو من الله أن يغفر لنا جميعا وأن يتوب علينا وأن يكرمنا في صحتنا وعافيتنا ويكتب لنا الخير أينما كان. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخر الوطن راعي عزوم، كشافة همة وعمل يرقى لدوم، كشافة فخر الوطن راعي عزوم، كشافة همة وعمل يرقى لدوم، كشافة قوة وأمانة، كشافة يخدم أوطانة، كشافة نجم بزمانة، كشافة وربي صانة. فخر الوطن راعي عزوم، كشافة همة وعمل